إن أنا مش حاسس، لكن هو ده الحقيقة. وكمان في حركة تانية للأرض، الأرض بتدور حوالين نفسها بسرعة 400 متر ثانية، لكن بتدور حوالين الشمس بسرعة 30 كيلومتر ثانية، يعني 30 ضعف أسرع طيارة نفاسة. الله، دي حكاية. بتبرطع حوالين الشمس بسرعة 30 كيلومتر ثانية، وفي نفس الوقت الشمس بمجموعتها كلها عمالة تبرطع حوالين المجرة بسرعة 300 كيلومتر ثانية، يعني 300 ضعف طيارة النفاسة. الله، ده ما فيش حاجة واقفة. وهكذا كل شيء في الكون بما فيه المجرة كمان بحالها عمالة تنفجر في أقطار الكون كله، كل المجرات بتبتعد عن بعضها وكل شيء متحرك، الكون كله حركة مصطخبة، ما فيش رصيف ثابت، ما فيش حاجة ثابتة أبدا. قال لك الفضاء، بس الفضاء ده مش شيء. وصل نيوتن به الحال انه يقول لك الفضاء هو الشيء الوحيد الساكن، والفضاء هو الله باعتباره ايه، احاط بكل شيء بقى. دي طبعا هزيان وتخريف لا حد وافقوا عليه من رجال الدين ولا حد وافقوا عليه من رجال العلم، لان الفضاء بيعتبر مجرد علاقات بين الاجرام وخلاص. ايه الفضاء؟ وبعدين رجعوا افترضوا ان في الفضاء حاجة اسمها الاسير، لكن ما فيش اي برهان على وجوده، وثبت انه تخريفة كمان. الله، يبقى خلاص بقى، يبقى الكون عبارة عن حركات مصطخبة وما فيش حاجة فيه ساكنة ابدا، ويستحيل ان احنا نحكم على حركة اي جرم فيه انها حركة مطلقة او سكون مطلق. كل اللي نقدر عليه ان احنا نقول الجرم الفلاني بيتحرك بالنسبة للجرم الفلاني، بس حركة نسبية. انما ما نقدرش نقول ان الجسم الفلاني بيتحرك حركة مطلقة والجسم التاني ساكن سكون مطلق، لان ده مش في امكاننا، لان مدام كل شيء متحرك يبقى كل اللي هنقدر عليه ان احنا نحكم بالحركة النسبية، لان ما فيش رصيف ثابت. اصل لو كان في رصيف ثابت كنا قدرنا نقول الشيء الفلاني بيتحرك حركة مطلقة، لكن لان ما فيش رصيف ثابت يبقى ما قدمناش الا الحكم النسبي. وده الجزء الاول من نظرية اينشتاين اللي طلعه في كتاب سنة 1905 وهو عمره 30 سنة، وخلصته في سطر واحد، ان لا يمكن القول بحركة جسم ما انها حركة مطلقة. كل اللي نقدر عليها إيه؟ انها حركة نسبية، وذلك لعدم وجود رصيف ثابت للرصد في الكون. وطبعا احنا مجربين الحكاية دي، يعني لدرجة ان احنا بنبقى في القطر ومتهيئ لنا ان اللي بيتحرك هو عمود التلغراف والقطر واقف، او مثلا قطرين بيجروا بنفس السرعة جنب بعض كل واحد يتهيئ له ان القطر التاني واقف، او يجي قطر بالعكس فيتهيئ لنا ان سرعته مضروبة في الضعف، او يجي مثلا هليكوبتر يبقى ماشي فوق القطر بنفس السرعة يتهيئ لكنه ساكن، وهكذا. كل انواع الوقوع في الخطأ النسبي معروفة دي وجربناها كلنا. حاجة تانية قال لك بسبب اتساع الكون، اتساع هائل يستحيل التواقت او التزامن. يعني ايه؟ يعني ايه بقى التزامن والتواقت؟ انا اضرب لكم مثال. انا بكلم واحد في نيويورك، انا في مصر بكلم واحد في نيويورك، ممكن يحصل بيننا تزامن او تواقت، وذلك لان بيننا وسيله لاسلكي، اسلوب الاتصال السريع، اشيل التليفون الو يا محمد ازيك ازاي احوالك انتوا ايه دلوقتي، يقول لك احنا ليل وانتوا ايه، اقول له احنا نهار، انت بتاكل ايه، باكل همبرجر، انت بتاكل ايه، انا باكل ملوخيه بارانب. دي حدثين متواقتين، وده امكن الحكايه دي لان الاثنين على كره ارضيه واحده واستعملنا اسلوب سريع للتخاطب وهو اللاسلكي. لكن
لو كنت أنا بكلم واحد في مجرة تانية خالص في برج العقرب مثلا، هستعمل ما عنديش برضو إلا اللاسلكي، هضرب تليفون اللاسلكي، عارفين هياخد قد إيه عشان يوصل للمجرة التانية اللي في برج العقرب؟ ياخد له 5000 6000 سنة، مشاوير مهولة، جميع مسافات الكون فظيعة وفلكية. نحن عارفين ان الضوء عشان يوصل للشمس بياخد له قصدي يجينا من الشمس بياخد 8 دقائق، عشان الضوء بقى يوصل لاخر مش عارف اطراف المجرة بياخد له ملايين السنين، مع انه سريع جدا 300,000 كيلومتر ثانية، شيء رهيب، لكن الكون اتساعه خرافي. فانا اللي هيحصل اشيل السماعة واضرب تليفون، يا محمد انا بكلم مين؟ واحد في المجرة في